عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته الى ارض الوطن قادما من ابو ظبي بعد ان شارك في القمة الثلاثية التي عقدت هناك وضمت صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حيث بحثت القمة العلاقات الاخوية الوثيقه وسبل النهوض بمجالات التعاون والتكامل في المجالات الحيويه اضافه الى اخر التطورات والمستجدات الاقليميه والدوليه رافقت صاحب الجلاله السلامه في الحل والترحال